مرحبا بكم على قناة تجارب دكتور في الرياضيات. وأخيرا قررنا إنشاء قناة على اليوتيوب بعد تردد لمدة طويلة. هذه القناة التي أنشأناها من أجل تقاسم بعض الأفكار تخص عدة مجالات، كطريقة وضع برنامج للدراسة وطرق فهم الرياضيات والمواد العلمية بصفة عامة، إضافة إلى مساعدة الطلبة على تجاوز بعض الصعوبات التي قد تواجههم في فهم بعض المصطلحات والمفاهيم في الرياضيات. لكن لن يكون محتوانا عبارة عن شرح للدروس أو الإجابة على التمارين، بل فقط كتوضيحات وتبسيط لبعض المصطلحات في الرياضيات، لأنه لاحظنا بأن اليوتيوب مليء وغني بدروس الرياضيات مقدمة من أساتذة أكفاء ما شاء الله. سنصحح فقط بعض الأخطاء الشائعة التي قد نلاحظها، وهي قليلة جدا. فالمرجو ممن لديه أي صعوبة أن يكتبها في تعليق تحت هذا الفيديو، لنخصص فيديو آخر للإجابة والتوضيح. سنحاول أيضا مساعدة الأساتذة الجدد وتقديم بعض النصائح من أجل ضبط القسم، طرق التدريس. يعني عندنا واحد التجربة بسيطة وبغينا نساعد بها كل واحد يعني اللي يحتاجها. المهم بدون إطالة، درس اليوم هو الإجابة على سؤال تكرر كثيرا عندي في رسائل الواتساب من طرف طلبة، وهو كيف ننظم وقتنا وبرنامجنا الدراسي. المعروف عند الجميع أننا في لحظات يأتينا ذلك التحفيز على التعلم والنجاح، ثم نضع خطة عمل، ويكون إحساسنا في البداية إيجابي، يعني إيجابية بأننا قادرون على تحقيق كل الأهداف التي نخطط لها. لكن ماذا يقع؟ ماذا يقع؟ قد نلتزم بالبرنامج يومين أو 3 أيام أو حتى أسبوع، ثم نبدأ بالتكاسل فنفشل. ولكن المشكلة الكبرى ليست في الفشل، بل المشكلة الكبرى أن الأمر يتحول إلى إحباط، ويصبح أسوأ عندما نفقد الثقة في أنفسنا، وخاصة عندما يتخيل إليك أنك وحدك الفاشل في خططك. يعني أقول لك استريح ولا تقلق، فالمشكل شائع وسببه فقط بعض الأخطاء التي ترتكبها في طريقة تخطيطك للبرنامج أو طريقة تنفيذك. يعني بالطبع الموضوع أعقد بكثير من هذا، فهناك مثلا عوائق نفسية وعوائق جسدية أو عوائق بيئية بسبب البيئة التي تعيش فيها. كل هذه العوائق قد تجعلنا لا نكمل ما بدأناه. لكن في هذا الفيديو سنقدم فقط الأخطاء التي ترتكبها أثناء تنفيذك للبرنامج. يعني سنفترض أنك مرتاح البال، ليست هناك مشاكل خارجية، وصحتك أو صحتك يعني جيدة، ومع ذلك لا ينجح معك البرنامج. هناك 6 أخطاء لاحظناها خلال تجاربنا السابقة، لأن لدينا احتكاك كبير مع مثل هذه الأمور. في هذا الفيديو دعوني أولا نقسم هذا الفيديو إلى 3، سنقسمه إلى 3 فقرات. الفقرة الأولى سنحدد الأخطاء التي يمكن أن تكون سببا في فشل البرنامج. في الفقرة الثانية سنعطي مراحل أو طريقة عمل برنامج دراسي متكامل سهل التطبيق وغير مشتت. أما في الفقرة الأخيرة سنناقش كيفية وضع واختيار الأهداف بعناية، لأن البعض يضيع وقت طويل جدا في العمل على هدف ما، ولكن في الأخير يكتشف أنه على المسار الخاطئ، أو بالأحرى هو على المسار الصحيح ولكن متجه نحو الهدف الخاطئ. والآن لنبدأ بالأخطاء الشائعة. كما قلنا هناك 6 أخطاء. الخطأ الأول، لا تضع خطة عمل أسبوعية أو شهرية كما يفعل البعض. يعني أن تكون في يوم الأحد مثلا وتكتب ما ستفعله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء إلى آخر الأسبوع، لأنك لن تستطيع الالتزام خلال كل تلك المدة. سأشرح الطريقة الصحيحة والسهلة للتطبيق لاحقا في فقرة المراحل، في الفقرة الثانية. الخطأ الثاني، بمجرد الفشل في القيام بالعمل يوما أو يومين لا تيأس. يعني ضع لنفسك هامشا للخطأ، مثلا إذا خلال 7 أيام مثلا ممكن أن تفشل في يوم أو يومين، يعني يوم أو يومين قد لا تطبق البرنامج كما هو، أو ربما لن تدرس شيئا أو لن تحقق شيئا في يومين، ولكن خلال 5 أيام إذا نجحت في 5 أيام وفشلت في يومين فهذا جيد. يعني المهم هو الاستمرار. هذا الخطأ الثاني، ضع لنفسك هامشا للخطأ. الخطأ الثالث، وهو البداية الحماسية والسريعة. يعني لا تتسرع، ابدأ ببطء واجعل ذلك الحماس والفضول الذي يلازمك أن يكبر ويكبر، وهذا سر الاستمرار في البرنامج أو سر الاستمرار في الدراسة والتعلم بصفة عامة، وهو الفضول لمعرفة المعلومة والفضول لاكتشاف كيف تحصل الأمور. وهذا ما جعلني يعني شخصيا أواظب على دراسة الرياضيات والتعمق فيها، لأنها تجعل في نفسي فضولا كبيرا للاكتشاف.
اكتشاف ما هي حدود الرياضيات، أين يقف العلماء عاجزين عن التقدم. يعني اعمل دائما على زيادة فضولك نحو ما تدرسه أو ما تحضر له. الخطأ الرابع هو أيضا بسبب الحماس. قد نضع الكثير من المهمات الصعبة في وقت وجيز، يعني تريد تحقيق عدة مهمات هي يعني تحتاج مدة طويلة، وأنت تريد مثلا تحقيقها في ساعتين أو 3 ساعات، لأن هذا يرهقنا ويشتت انتباهنا وتركيزنا. سأعطيك الحل الذي سيجعلك تحقق أهدافك كلها بطريقة منظمة وبدون تشتيت. ابقى معي إلى آخر الفيديو. الخطأ الخامس مثلا عند تحضيرك لدرس في الرياضيات، نأخذ مثلا الرياضيات، في كل جلسة تحضير لا تتوقف وسط فقرة ما، يعني بل اعمل على إنهاء تلك الفقرة، وهذا لكي ينتابك شعور بفضول لما هو قادم، يعني فتقوم بالعودة سريعا. إذا مثلا شخصيا إذا توقفت عند منتصف فقرة ما خلال الدرس مثلا في الرياضيات، يعني أجد صعوبة في الرجوع، إما أن أعود إلى الفقرة من البداية وأدرسها من جديد، أو يعني يضيع ذلك الفضول الذي كان ينتابني. إذا من الأحسن أنك إذا جلست في حصة تحضير مثلا لدرس ما أو تمرين، أو مثلا في تمرين الرياضيات، يعني حاول أنك في تلك الحصة أو في تلك الجلسة أن تنهي التمرين بالكامل أو أن تنهي الفقرة بالكامل، يعني تكون الفكرة كاملة في حصتك. إذا هذا الخطأ الخامس. الخطأ السادس والأخير هو يمكن أن يكون سببا في عدم الالتزام بالخطة، يعني هو ربما أنك تجلس مدة طويلة جدا في التحضير. يعني شخصيا ألاحظ أن بعض الطلبة أو الكثير من الطلبة يعني يجلسون بساعات في المقاهي وفي المكتبات. ربما أجد الطالب يجلس من الصباح إلى المساء، ولكن ويتخيل أنه يدرس، إنه في غالب الأحيان هو لا يدرس، هو ربما ذلك القدر الذي درسه في طيلة اليوم وهو جالس في مقعده، يمكن أن ينجز ذلك العمل في مدة ساعة أو ساعتين إذا ركز جيدا، ثم يقوم للاستراحة وهكذا. إذا فالعبرة ليست في عدد الساعات التي نقضيها يوميا في التحضير، بل في الكمية التي أنجزناها. فمثلا عوض الجلوس ليلة النهار للإجابة على تمرين أو تمرينين، يمكن أن نركز جيدا خلال ساعتين وننجز المطلوب، ثم نأخذ استراحة، وهذا ما يسمى بالفعالية، يعني إنجاز أكبر قدر ممكن في أقل وقت ممكن وبأقل مجهود. وللوصول لكل تلك الفعالية عليك تجنب الوقوف طويلا عند كل إجابة، يعني عفوا كل صعوبة، يعني كل صعوبة تواجهها، يعني عند كل سؤال مثلا استعصى عليك حله عليك تجاوزه، لأنك غالبا ستستدرك الأمر. يعني وسأقوم في فيديو آخر بطرح عدة خطوات عملية تساعد بشكل كبير في استدراك كل ما استعصى علينا حله أو فهمه، خاصة في الرياضيات. والآن سنقوم بتكوين فكرة على المراحل التي ستنظم خطة عملنا، وسنتجنب كل الأخطاء التي ذكرناها في هذا الفيديو. سنحتاج فقط معدات بسيطة جدا، لا داعي لتعقيد الأمور. أولا، حضر دفترا أو مذكرة فارغة، واكتب على الصفحة الأولى يعني جميع الأهداف بدون استثناء. اكتب كل أحلامك، كل أهدافك. من الأحسن استعمال جدول مقسم إلى قسمين، الأهداف المستعجلة قريبة الأمد والأخرى البعيدة الأمد. قريبة الأمد مثل النجاح في هذه الدورة، النجاح في مباراة من المباريات القريبة جدا، البحث عن عمل، عن وظيفة، مشروع على الإنترنت، يعني شيء قريب جدا، يعني تلك الأشغال القريبة جدا والمهمة أيضا. ثم في الخانة الأخرى تكتب مثلا الأحلام البعيدة الأمد، مثل الحصول على الدكتوراه في مجال تخصصك، أو الحصول على منصب كبير، لما لا، فيمكنك تحقيق كل شيء تشاءه. في الصفحات الموالية، هذا قلنا أنه يكون في الصفحة الأولى من دفترك أو مذكرتك. في الصفحات الموالية من دفترك ستكتب في أعلى الورقة أحد المهام التي كتبتها في الجدول، ثم تفصل جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف. يعني في كل صفحة من الصفحات الموالية اكتب
هدف في اعلى الورقه. هذا الهدف ستاخذه من الجدول، وتحت هذا الهدف اكتب جميع الخطوات التي لا بد منها لتحقيق ذلك الهدف. ويستحسن ان تكون الخطوات بسيطه نوعا ما وسهله التطبيق، لان كل هدف تريد تحقيقه ومهما بدا صعبا ان جزاته الى خطوات بسيطه سيسهل في نظرك وستتمكن من الوصول اليه. هذه الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه، ستاخذ ورقه وقلم. من الاحسن ان تكون الورقه مميزه عن باقي الاوراق التي تعمل بها ومختلفه عن اوراق الدفاتر العاديه، ربما ورقه بيضاء او ذات لون مميز. اطوي الورقه الى نصفين. ليس من الضروري اتباع جميع التفاصيل التي نقول، لكن خذ جوهر القضيه. اقول كل التفاصيل لان هذا البرنامج نجح معنا لمده طويله، سنوات من العمل بهذا البرنامج. حتى هذه القناه كانت في مذكره الاهداف منذ اكثر من سنه. المهم، في نصف الورقه الاول ستاخذ من 3 إلى 4 أهداف من مذكرتك. ابدا بالاهداف القريبه المستعجله من الاحسن. ساريك مثالا على هذا. مثلا أنا أخذت 4 أهداف أو 4 أشغال تشغلني لمدة أسبوع قادم، يعني أؤكد على مدة أسبوع، يعني الأشياء التي علي إنجازها خلال الأسبوع القادم. مثلا البحث، الدكتوراه، القناة على اليوتيوب، العمل مثلا، يعني أشياء أخرى، أشياء شخصية أخرى. إذا أنت اختر 3 أو 4 أهداف من مذكرتك، ثم ماذا ستكتب في هذه الخانات؟ تحت كل هدف ستأخذ يعني الخطوات الأولى من التي كتبتها في المذكرة، يعني بعض الخطوات التي يعني ستكفيها مدة أسبوع. إذا هذه هي المرحلة الثانية، وهذه المراحل التي ستأخذ من المذكرة ستكون متناسبة مع المدة التي ستخصصها اللي هي أسبوع. يعني أكتب القدر الذي تستطيع إنجازه في أسبوع فقط، وهكذا ستملأ جميع هذه الخانات الأربع. ثم في ظهر الورقة في الوجه الثاني ستقوم بكتابة تاريخ الغد. ستكتب فقط تواريخ 7 أيام القادمة، يعني لا تملأ الخانات كلها. سأقول كيف تفعل ذلك. في الخانة الأخيرة أكتب فقط بعض الملاحظات التي تستحق أن تتذكرها، مثلا إذا قررت تغيير شيء في الأسبوع القادم، أو إن أجلت عملا ما إلى الأسبوع القادم، أو إذا علمت بتاريخ امتحان ما إلى آخره. الخطوة الثالثة وهي سر نجاح هذا البرنامج، وهي أن تملأ كل ليلة خانة اليوم الموالي فقط. يعني مثلا إذا كنت يوم الأحد، مثلا أنت في يوم الأحد، أكتب ما تستطيع إنجازه فقط يوم الاثنين. إذا فكر فقط في يوم الاثنين، لا تملأ جميع الخانات. أكتب فقط ما تستطيع القيام به غدا، لأنك تستطيع توقع ماذا يمكن أن تنجز غدا، ولكنك لا تستطيع توقع كل الأسبوع ابتداء من اليوم، لأن يعني كما كنقول كل مرة كتخرج لنا شي حاجة اللي ما كناش كنتوقعوها. إذا ثم ماذا ستكتب في هذه الخانات؟ ستكتب تلك الخطوات التي كتبتها على الوجه الأول، يعني هذا الوجه. ستكتب الخطوات التي كتبتها على الوجه الأول من الورقة، وإن كانت إحدى الخطوات تتطلب أكثر من يوم واحد فقم بتجزئها إلى خطوات أكثر بساطة. هذه الطريقة الفعالة بالنسبة لي، يعني خذ منها ما يناسبك وغير ما لا يناسبك. يعني قوة هذه الطريقة شنو هي؟ هي أنك تأخذ هدف كبير جدا، خطأ يعني عفوا، هدف كبير وتجزئه إلى خطوات بسيطة، يعني وكل يوم تقترب من ذلك الهدف الكبير. نلخص ما قلناه، استعمل مذكرة لتخزين جميع أهدافك، مذكرة لتخزين جميع أهدافك، ثم ورقة أسبوعية أكتب عليها جزءا من الأهداف التي يمكن إنجازها خلال أسبوع واحد، وفي آخر الأسبوع عند استبدال الورقة، يعني هذه الورقة البيضاء مدتها مدة صلاحيتها أسبوع فقط. إذا لأن عدد الأيام هنا، تواريخ الأيام هي 7 أيام. إذا خلال نهاية هذا الأسبوع سنقوم باستبدال الورقة، وعند استبدال الورقة يمكنك إضافة المزيد من الخطوات والأهداف. وهذه هي الطريقة التي ستقترب، يعني ستقربك من أحلامك كل يوم خطوة، وستبدو لك سهلة لأنك قسمتها إلى أجزاء بسيطة. واصنع لنفسك، هذه هي النصيحة
اللي ما تنساهاش، اصنع لنفسك هامش للخطأ، يعني خلال 7 أيام يمكنك أن تفشل في يوم أو يومين، لا يهم، المهم هو الاستمرار. لكن اختر أهدافك وأحلامك بعناية شديدة، احذر أن تضيع حياتك أو وجهدك ووقتك في السعي وراء أهداف لا وجود لها أو لا أهمية لها، أو أن تنسى أهدافا يعني ذات أهمية كبيرة. يعني ولكي نكون دقيقين جدا في تحديد الأهداف، إليك 4 أنواع من الأهداف التي يشترك فيها أغلب الشباب، وهي الهدف الأول. النوع من الأهداف، النوع الأول هو أهداف دراسية وثقافية، كالنجاح في الدراسة أو تعلم لغة ما أو تتعلم أي شيء يزيد من ثقافتك. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو أهداف مادية، مثل أن توفر مبلغا ما في تاريخ محدد، أو أن تسدد مبلغ من الديون في تاريخ محدد أيضا، أو أي شيء ذو طابع مادي. مثلا إذا كنت تشتغل، قد يكون هدفك زيادة راتبك أو زيادة أرباحك لتصل إلى مبلغ معين في فترة ما، وهكذا. النوع الثالث هي أهداف صحية ونفسية، مثل أن تبني جسما رياضيا، أو تزيد في وزنك، أو تنقص بعض الكيلوغرامات، أو أهداف نفسية مثل التغلب على بعض العوائق النفسية كتجربة أشياء لأول مرة في حياتك. مثلا هناك مثلا من يخاف أن يتكلم مع الأستاذ أو حتى الإجابة على الأسئلة، رغم أنه يعرف الإجابة. لما لا تضع هدف كهذا والتغلب عليه مثلا، أو التسامح مع أخ أو قريب، لا أتكلم من الجانب الديني بل من الجانب النفسي فقط. وهذا مفيد، لأنك إذا سامحت شخصا ستنقذ نفسك أولا، ستنقذ نفسك من تلك الغضب الذي تحس به عند رؤيته أو تكلم معه. المهم هذا موضوع آخر له أهله هو مختصين فيه. الخطأ الرابع، النوع الرابع من الأهداف، وهو آخر نوع من الأهداف التي ينساها الكثير من الناس، وقد يبدو لك غريبا بعض الشيء، وهو التعلم والتمكن من الأدوات الإلكترونية. أستغرب صراحة من بعض الطلبة الذين أدرسهم، يعني قد أجد الطالب يعني متفوق ما شاء الله في تحليل الرياضيات، وله من المنطق ما يمكنه من الفهم السريع، لكنه من الناحية يعني الإلكترونية، لم أجد كلمة أخرى معبرة أكثر من هذه الكلمة، من هذه الناحية يعني ضعيف جدا، لا يعرف كيف يبحث على كتاب أو كيفية البحث عن المعلومة، أو قد يحدث لحاسوبه فقط بعض الأعطال البسيطة والسهلة ولا يستطيع إصلاحها بنفسه. يعني مثل هذه الأشياء في هذا الوقت هي أشياء لا بد منها ولا غنى عنها، رغم أنني شخصيا أفضل كل ما هو ورقي وملموس، لا أفضل التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا في وقتنا الحالي هي لا غنى عنها. وفي الأخير يعني لا تنسى الاشتراك في القناة ونشرها بين أصدقائك، واترك تعليق تحت الفيديو إذا كان لديك أي موضوع يعني تريد منا البحث فيه ومناقشته. سأختار من بين التعليقات أي موضوع أستطيع البحث فيه وقريب شيئا ما من مجال تخصصي، مثل كيفية البحث عن المراجع، أو كيفية مثلا كيف نستعمل الذكاء الاصطناعي في الدراسة، وأقصد هنا شات جي بي تي، أو قد نقوم بطرح موضوع محفز على الدراسة. المهم هناك مجموعة كبيرة جدا من المواضيع الهامة والمحفزة أحتفظ بها في المذكرة الخاصة بي، سنناقشها إن شاء الله في قادم الأيام.